بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جريدة الجسور الورقية والإلكترونية. استضيف اليوم السيد محمد مصطفى سليماني، قدوم من قدومي موظفي الإذاعة الجهوية بوجدة، من الذين ساهموا في إرساء لبنات الشأن الإعلامي بالجهة الشرقية، واكب أحداث وواكب تطورات عاشتها الإذاعة الجهوية، له غير لا مثيل لها على الشأن الإعلامي سيما الإذاعي. مداخلته في هذا الشأن تهم التسمية التي وقع التخلي عنها لما كانت الإذاعة المملكة المغربية وأصبحت اليوم تسمى إذاعة وطنية. هذا الخلط جعل الكثير من متتبعي الإذاعة الجهوية لوجدة بالخارج لا يصلون إليها. في هذا الشأن أراد أن يدللنا بمجموعة من المسائل التي تهم الشأن الإعلامي. أستاذ سليماني تفضل. مرحبا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثي هذا يتناول الإعلام، ولكن جاء الحديث صدفة، وأوجه هنا إلى السادة الرؤساء الثلاث، رئيس السيد المحترم رئيس الحكومة، والسيد رئيس المحترم رئيس مجلس النواب، وكذلك الشأن بالنسبة للسيد الرئيس المحترم رئيس مجلس المستشارين. تعلمون السادة الرؤساء على أن المواطنة إلى القرن التاسع عشر كانت مواطنة واحدة، وهي مواطنة الدم. ثم دخل الاستعمار وغير أشياء في تلك الدول في العالم برمته، حتى وصل كذلك إلى وصلنا إلى مرحلة الاستقلال، وظهرت مواطنة أخرى وهي مواطنة الجنسية، ثم بعدها المواطنة الاقتصادية. أخيرا في هذه الصائفة الماضية التقيت بصديق بيني وبينه ردح من الزمن قد يصل إلى 38 سنة، تقاعد كما تقاعد. التقينا في هذه الصائفة وسألني عن الإذاعة، أن صعوبة الالتقاط في أوروبا أنه لا يلتقطها، فأشرت إليه على أن التقاطها يكون على الساطع، فطار في وجهي فقال أنا أريد الإذاعة في الجهاز الذي أتحكم فيه، حين أخرج أتنزه أو أمشي أريد سماع الإذاعة المملكة المغربية. تذكرت، قلت له على أنه غير الاسم وبدل وأصبحت الإذاعة الوطنية. رد علي قال إذا كانت الإذاعة الوطنية أكون في حدود أي دولة تنتمي إليها هذه الإذاعة الوطنية؟ موريتانيا، المغرب، الجزائر، أين هي هذه الإذاعة الوطنية؟ بدون ذكر اسم البلد. السيد هو على حق. طيب، عدت بذاكرتي إلى رجلين رحمهم الله، هم أحمد الغربي وعبد اللطيف الغربي. أحمد الغربي كان يزور وجدة يعني على فترات، هو مذيع رياضي، وكان يأتي إلى مدينة وجدة لنقل، غالبا ينقل مباريات المولودية الوجدية، الجيش الملكي أو المولودية الوجدية أو الفتح الرباطي، قليلا ما تكون الوداد والرجاء. وكنت سأل أكثر من أسئلتي، لأنني كنت لازلت شاب صغير دخل إلى الميلاد وهرم أمامك، لابد أن تسأله الأسئلة بكثرة، وكنت أحرجه حتى في أسئلته. وتارة كان يأتي مع أخيه الحاج عبد اللطيف الغربي رحمه الله إلى وجدة، وهذه مسائل عائلية، كان يأتي إلى وجدة وكنت ألح في السؤال حتى كان يمل مني ويزجر مني. أحد الأوقات طلب مني أن لا أوجه له أي سؤال وهو واقف أمام أخيه الحاج عبد اللطيف الغربي، قال له إنه سأل كثير ويضرني في رأسي. ابتسم الحاج عبد اللطيف الغربي، قال لي أولي يا سليماني شحال في عمرك؟ قلت والله ما نعرف. قال لي وجاوب،
فانا قلت لك والله ما نعرف. الا بغيت سيد الحاج نقول لك شي كلمه اللي هي معقوله، قول لي وقتك اش خلاقيت، او قول لي شحال مضى من عمرك. انتفق معك، اما شحال في عمري والله ما كنعرفها، الله سبحانه وتعالى عنده عين الغيب. قال لي طيب وقتاش تخلقيت؟ قلت له 17 11 53. وهو يبتسم، قلت له فيما ابتسامتك؟ قال لي تاريخ 1953 يذكرني بأول مقابلة رياضية نقلتها من الجزائر، دارت ما بين فريق الوداد البيضاوي ومولودية الجزائر لراديو ماروك. قلت أعيد، راديو ماروك؟ قال نعم، كانت تسمى راديو ماروك. أما كانت تسمى راديو فرنسا؟ قال لي لا، منذ تأسيسها 1928 وأصبح اسمها راديو ماروك، ولما جاء الاستقلال أصبحت تسمى إذاعة المملكة المغربية، ولما لحق بها في الستينات التلفزيون لم يعد الاسم ثلاثي، أصبح خماسي دار الإذاعة والتلفزة للمملكة المغربية. طيب الحاج عبد اللطيف لماذا سميتم الدار؟ قال لي سميت الدار بالدار لأن المغرب كله دار، فيه الجد والجدة والعم والعمة والخالة والحفيدة والحفيدة والصير وإلى غير ذلك. قال لي هذه تجمعهم الدار. إيوا التلفزة. قال لي هذا سمعي، يعني سمعي بصري، خلينا منه. قلت لماذا قلتم؟ قال لك لأن نظامنا هو الملكي منذ الدولة الإدريسية إلى الآن تبقى المملكة هي الراعي والمحافظ على هذا الشعب وعلى هذا الوطن. إيوا. قال لي والنسبة؟ نسب إلى المغرب، إذا المغربية. طيب الآن هذا الزميل لا يسأل عن الإذاعة الوطنية للمملكة المغربية، أصبحنا نسمع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى غير ذلك. لكن تبين العيب الآن أن المهاجرين تلك المواطنة الاقتصادية التي تدر أموال لا زالت مرتبطة بماذا؟ بوطنها، لأن هنا هذه تسمى مواطنة دم في الأرض. وظهر جليا لما نفي محمد الخامس رحمة الله عليه وعائلته الشريفة، صار المغاربة كلهم هذه مواطنة دم، رغم تحايل الاستعمار وإقصاء الملك وقلب وإلى غير ذلك، تشبث المغاربة لأنه منهم وإليهم. إيوه، ولم يفلح الاستعمار، وعاد الرحيم محمد الخامس رحمة الله عليه إلى المغرب وفي يده الاستقلال لهذا الشعب. طيب روح الملكية، روح المغربية. في يوم من الأيام وأنا لازلت صغير، وأصبح جلالة الراحل الحسن الثاني رحمه الله ملكا على المغرب، وأنا داخل إلى الدار وأقول جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله، السيد الوالد رحمه الله ورحم أمة الإسلام جميعا. قالت لماذا قلت؟ قلت لها جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وهي أمية. قالت لي اقترب، اقتربت منها وما أخذت منها إلا لطمة حتى كدت أفقد وعي. لماذا؟ لأنها تربت على اسم السلطان. قلت لها، قالت لي السلطان الحسن الثاني يا ودي راه ما كانش مناقشة، هكذا تعودوا من أسلافهم على التسمية، ما تقوليش الملك. طيب كيف السبيل إلى إقناعها؟ ولا زلت صغير، تذكرت المذياع، والمذياع الواحدة فتحته حتى سمعت بأذنها ترقص صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله إلى غير ذلك. دعتني عندها، قالت لي قالوا في الراديو، قلت لها هكذا قالوا، وحتى في القسم نرى صورتين، الصورة الأولى السلطان سيدي محمد بن يوسف، الصورة الثانية فيها جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله. هذا ما كان قال. المهم وقع الصلح بينها، بيني وبينها بدون إهمال. على كل حال ليبين، يظهر للشخص على أن التمسك المواطنة هي الدم ماذا فعلت في الإنسان المغربي. طورت الملكي والشعب، بانت مواطنة الدم.
تأتي ثورة بعدها سلمية لاسترجاع الأقاليم الصحراوية، مجرد أن قال المسيرة قالوا إحنا معك، هذه مواطنة دم، مش مواطنة الجنسية أو مواطنة اقتصادية. المواطنة الاقتصادية ساعدت كذلك من الخارج. طيب لنأخذ كذلك مواطنة أخرى، وهنا سأعود إلى الوزع الديني. لما أراد جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله بناء المسجد، هو كما حكيم أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة لمن يشاء من عباده، ما كبرش كرش، أراد أن يبني مسجدا فطلب من شعبه ولو بدرهم. وهنا يأتي الحديث: لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، من صدقة جارية ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به. شرق كاع المغاربة كاملين باش يشاركوا في الصدقة الجارية، وسنعرف قيمتها بعد الرحيل عند الله سبحانه وتعالى، نعرف قيمة هذه الصدقة الجارية. طيب ونسمع يا معالي رئيس الحكومة في هذه الإذاعة، نسمع الإذاعة الوطنية فضاء للجميع. كيف هذا الفضاء للجميع؟ حكومتكم الموقرة مقصرة إلا بعض الوزارات ويشهدوا لها. الوزارة الأولى هي الشؤون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لصيقة بالشعب، مسخرة أو مسخرة علماءها الأجلاء وأساتذتها الكرام كذلك بأن يلقوا دروس معنا للمواطنين وحل المشاكل والأجوبة عن الاستفسارات، يعني لصيقة بالشعب، عمل تام. ووزارة أخرى وهي وزارة الفلاحة، وزارة الفلاحة لصيقة بالفلاح، يوميا أينما فتحت قناة إلا وتجد وزارة الفلاحة موجودة غير مقصرة. وهناك وزارة أخرى وهي وزارة العدل، وهي التي تنشر قوائم الرجال الذين هاجروا أزواجهم، وكذلك البحث عن الناس الذين ارتكبوا أخطأ، ولكن مظلومة في توقيتها إلى 11 بعد نشرة الأخبار الأخيرة. لماذا لم يكن التوقيت في الساعة الثانية بعد الزوال؟ وأنت أتعرف يا معالي الوزير أن المغرب ليس متوحد في مدى أو موحد في مدى في النوم، هناك قبائل التي تنام بعد صلاة العشاء السلام عليكم، وهناك من تتأخر في نومها حتى الواحدة حتى يعني. المهم التوقيت المفصلي ما بينها يجمع بين الكل وهو القاسم المشترك هي الثانية، تنتهي من أشغال بيتها وتريد الراحة. إذا تستمع فضاء الجميع، الوزارات الأخرى غير معنية أو ليس لها علاقة ما بين الشعب. نبدأ بوزارة، وزارة الداخلية. وزارة الداخلية بالأخص نسمع الأمن الوطني، ونعرف على أن الأمن الوطني مقسم، فيه الشرطة وفيه الدرك وفيه القوة المساعدة وفيه الدفاع الوطني الجيش الملكي. طيب ليس عامة الشعب تعرف ما معنى الشرطة؟ لماذا؟ حتى وإن كانت ترسل بنشراتها مذكر، هناك الموقع الذي لا ينشر، وهناك الذي ينشر، والجريدة التي تنشر إلى غير ذلك. لكن ما نريده فضاء للأمن الوطني داخل الإذاعة. إذا كانت الإذاعة إرسالها 24 ساعة ومشينا فيها الأسبوع مضروبة في 7 14 168 ساعة، هنا الإدارة العامة للأمن الوطني يأتينا ضابط وليس مذيع، ضابط يحدثنا عن الوقائع التي وقعت خلال أسبوع في حصة ساعة، يحدثنا عن الحوادث، عن تفكيك الشبكات، عن القوانين الجديدة، ويكون رادع حتى للسائقين ورادع حتى للجنة، لأن العدالة موجودة فوق الجميع في المغرب. وكذلك الشأن يبقى للدرك الملكي، الدرك الملكي الذي يعيش صيفا شتاء بتلجها ببردها بقساوتها في الطبيعة. حتى أنني يوما كانت الأرض تليجة وسألت أحد الدركيين، قلت له لماذا لم تلتجئ إلى سيارتك؟ قال لي الواجب يحتم هذا. والله العظيم مش هادي نقول لكم قافية الصراحة، وقساوة البرد لدرجة. على كل حال تأتي فضاءات ولو
الدرك الملكي له ساعة، والقوة المساعدة ساعة، وكذلك حتى مدى الدستور قال فيه الشفافية. هي هذه الشفافية يكون الاختلاط ما بين الشعب وبين أمنه الذي يسهر عليه ليلا ونهارا والناس نيام إلى غير ذلك، وهو يحفظهم من كل مكروه، حتى وإن كان عندنا الأمن الرباني زائد الأمن الوضعي. وأقول لك الأمن الرباني فليسمح لي معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنني لا أعرف العدد المضبوط عندهم من المساجد الموجودة في المملكة الشريفة، قد يكون 300,000، نديروا 300,000. لكن عندنا وقت وهو بعد صلاة المغرب، ماذا يأتي؟ يأتي لقراءة الحزب. لنفرض أن مسجد فيه 60 والآخر فيه 50 و40، نديروا معدل 300,000 مضروبة في 10، ده 3 ديال المليون. تقرأ الحزب بالمغرب وكذلك في صلاة الفجر وفي دعائها اللهم اجعل هذا البلد آمنا. ها 3 ملايين هذه اللي كضر، ما فيها شيء. أي إنسان هو مستجاب الدعوة؟ لا يمكن، والدليل قائم. كلما تحركت شبكة من المخربين تخرب إلا وتسقط في أيدي الأمن الوضعي الذي خلقه الإنسان في الأرض. هذا جانب. وزارة الاتصال، وزارة الاتصال مقصرة في هذه العملية. لماذا؟ لتعود بنا وتسأل هذه الشركة الوطنية التي انضمت إلى أين؟ إلى الإذاعة المركزية، إذاعة المملكة المغربية. ما هي أو كم عدد الإذاعات التي أنشأتها في المغرب؟ واحدة في الحسيمة، وانتبه، إذاعة وجدة، الحسيمة، تطوان، طنجة، فاس، مكناس، الرباط، فيها 3 دولية وتمازيغ وتشلحيت وتاريفيت والعربية والدار البيضاء ومراكش وأكادير العيون الداخلة. 12 الإذاعة اللي كاينة. لا أتكلم هنا عن الإذاعات الجوارية أو إذاعة القرب أو التي أصبحت هي كذلك تغطي الوطن وهذا شأنها، ولا الحق في ذلك. نبقى نحن في الإذاعة، ماذا فعلت هذه الشركة؟ واستمع واحد المعلومة، معالي وزير الاتصال، أن البلد المجاور بجانبنا عندهم 70 عمالة ويسمون العمالة ولاية، حقهم. شحال عندهم إذاعة محلية؟ 48 إذاعة محلية، وفي هذا نوفمبر أضيفت 6 هي أصبحت 54، والقناة الأولى التي ينطق منها اسم الجزائر شحال دارت؟ 55، بقات لهم 15 يكملوا وهذا شأنهم. يعني المهم الإعلام كيف يوصل ما يشاء في الداخل في الخارج شغله ماله. احنا عندنا 12 إذاعة اللي هي مغربية، وهذاك اللي يتابع الدولة والتي يمتلكها الشعب إلى غير ذلك. طيب، فضاء الجامع بالنسبة لوزير معالي وزير الاتصال، أنا أحترمه، عندنا جهابذة الإعلام، ويسمح لي من لا أذكر اسمه، عندنا الأستاذ توفيق بعشري، أحمد مكشح، عبد الحميد جماهري، رشيد نيمي، يعني عمر هلال، خليل عمر، يعني مجموعة، وحتى في المواقع مجموعة. ألا يكون لهم فضاء؟ ساعة ينتقد، لأن الناقد يهتم بي، إذا انتقدني معناه أنا أفتخر لأنه اهتم بي. ينتقد الحكومة، ما غاديش يسب، ما غاديش يعاير، ينتقد بمعنى التصحيح. كيقول له في المثل الشعبي، كيقول له وردوا الطريق. إذا أخطأ الإنسان بجميل النقد، علاش ما كننتقدوا؟ حنا يومين كننتقدوا، حتى في ديورنا كننتقدوا، واحد ينتقد واحد، علاش درت هذيك؟ علاش درت هذيك؟ من حقه. أحبذ أن ساعة لفضاء التحرير، قسم التحرير، من جرائد مكتوبة، مواقع إعلامية، ويأتي محرر ويعوض تعويض. لماذا؟ لأنك يقول لي فضاء مفتوح للجميع، لم يبقى أستاذ جامعي يحاضر ولا طبيب يأتي. لماذا؟ ولا أستاذ متخصص في ماذا؟ وحتى إذاعتنا أعرفها أنها تدرس الرياضيات عن طريق، ما معنى الإذاعة؟ الإذاعة هي
اسمح لي سأعود بك إلى النص التربوي. علماء التربية فرقوا القراءة إلى أربعة أقسام: قراءة نموذجية، قراءة فردية، قراءة صامتة، قراءة سماعية. الإذاعة هي قراءة المكفوف، كلنا مكفوفون أمام الإذاعة، لا نرى مذيعا ولا أوراقا ولا مخرجا ولا محافظا ولا مهندس صوت، نسمع فقط. قراءة سماعية هذه بالنسبة للتعريف بالإذاعة. طيب، خلاصة القول،